الآيات دي فيها أكتر برضو من وقفة. كثير. أنا طبعا إيه يعني المرة دي يعني هأجل برضو بعض الأسئلة اللي موجودة في الآيات الأولى، لأنها لها علاقة بحلقات هنعملها بعد كده عن يوم القيامة بالظبط، وشكله وأهواله وعلاماته. هي بس هاخد لك انا ملمح او اتنين، لان زي ما اتفقنا ان صوره الواقعه دي من الصور التي تحتاج الى وقفات عشان نشتغل في الدنيا، مش عشان نقول الاخره. لان خد بالك الاخره لن ندركها بالتمني او بالاماني او بالالله، لا ندركها فعلا بتوفيق الله للايه؟ للانسان، للعمل. الواقعه كلمه مفردة في القرآن كله ما اتكررتش. إذا وقعت الواقعة يبقى هي واقعة واحدة. خد بالك قوي عشان نعيش الكلام. يعني القيامة اتكررت الكلمة. الساعة اتكررت، إنما الواقعة مرة واحدة بس. دي تبين لك إيه؟ ترعبك ولا تطمنك ولا؟ لا تخض الإنسان طبعا. إذا وقعت الواقعة، وقعت ده فعل إيه؟ ماضي. إزاي؟ هي وقعت ولا ما وقعتش؟ لسه المفروض ما وقعتش. ايه اللي خلاها وقعت؟ فاكر الايه اللي احنا شرحناها زمان؟ اتى امر الله فلا تستعجلوا. يعني اذا هنا حلت المساله، قلبت الظرف للمستقبل. لكن اتى امر الله فلا، مين قال بقى ان هو لم ياتي؟ الايه بتقول ايه؟ اتى امر الله اذا وقعت، هل ما وقعتش؟ ده يبين لك ايه؟ إذا تكلم الله تبارك وتعالى بفعل عن المستقبل أتى به في صيغة الماضي وكأنه وقع. فإذا تأكدت أنت وقوعه عليك أنك تعمل إيه؟ تلحق نفسك. أنت عارف أول ما تسمع الآية دي المفروض تقول إيه؟ الحمد لله أنها لسه ما وقعتش، الحمد لله أن علاء لفت نظري ليها قبل ما إيه؟ قبل ما تقع، لأنها لو وقعت خلاص انتهى الأمر، حيث لا ينفع الندم. ولذلك بعيش الآية إذا وقعت الواقعة، فعل ماضي وبنتكلم عنه، لان اذا للزمن الايه؟ المستقبل، اذا حدث كذا. لكن في ايه ثانيه، اتى امر الله، اقتربت الساعه وانشق. من كم سنه اقتربت الساعه؟ يبقى احنا دلوقتي ايه واللي بعد كده ايه؟ ولذلك علينا ان نبادر بالعمل وبالسعي الى هذه الاخره. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه، ما قالش تكذيب. خافضة الرافعة دي يعني ايه؟ تخفض اقواما وترفع اقوام. اللي هيخفض مفيش حد هيقدر يرفعه، واللي هيرفع مفيش حد هيقدر يخفضه. فالكلام عايز ايه؟ تمسك بالعمل، حتى لا اكون الا من الذين يرفعهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. كويس. وكنتم ازواجا. لا ارجع ايه لسه؟ من خاطري انا كنت عايز اجل دول اللي هو يعني الارض ترج ازاي والجبال هتبس ازاي. هقول لك بس حته جزئيه واحده. طب اتفضل. احنا عندنا لما بيحصل هزه او هزه ارضيه يقولوا عليها ايه؟ زلزال. انا عايز الفت النظر لحاجه واحده بس. الارض مالهاش زلازل، الارض لها ايه؟ زلزال واحد بس. كل اللي بيحصل ده كلام بسيط جدا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أنا عايز أسمعها منك بس قولها بالراحة، زلزالها يعني اللي ما فيش غيره واحد بس اللي يستحق أن يطلق عليه اسم زلزال. دي هزات أو هزات أرضية حاجة كلام فارغ. شوف 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 اللي احنا اترعبنا من منظره في واحنا بنتفرج على التلفزيون ده. ده كلام فارغ. ده كم من 10؟ كم من 100% بمقياس ريختر و و و و مش عارف كم، 6 وحاجه، 7 8 9 10. كل دي ما ده مش زلازل. اللي بيسمي زلزال ما هوش فاهم الحقيقه. الارض ليها رجه واحده وزلزال واحد، وعشان كده احنا مش قادرين نستوعب الاحداث. واحد يقول لك يا اخي طب وايه دي توقفك في ايه؟ ان انا ابني لما يسمع ان ده زلزال يفتكر انه هيبقى كده. لا، أنا عايز ابني وابنك وولادنا وشبابنا ورجالتنا وستاتنا يعرفوا إن المسألة ما هياش غير متصورة، محتاجة مثل، تحتاج إلى مثل. يلا خش بقى. وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواج يعني إيه؟ أصل كلمة زوج في اللغة صنف، لكن دايما نستخدمها لما يكون في ذكر وأنثى. يعني وكنتم أزواج أصناف ثلاثة. والجزئيه دي انا بقولها لان جات لنا
شكاوى كتير من السيدات على حكايه ان احنا اكتر اهل النار، على ان احنا الرجاله مش عارف ينعموا، الرجاله ليهم الحور العين. يا جماعه احنا قلنا هنعمل حلقه كامله عن هذا الموضوع. الرجال والنساء سواء في القران لما يقول ان المتقين في جنات وعيون، يعني ايه المتقين من الرجال والنساء؟ والنساء مش الرجال. ودي اطمئنوا، بس احنا عايزين نعمل. واحنا طمناكم قبل كده بالنسبه للنساء، وقلنا لما الرسول يقول في حديث اكثر اهل النار من النساء، احنا طمناكم وقلنا نساء الكفار، الكفار كتير فنسائهم كتير، فما اطمئنوا. بس احنا نعمل ايه؟ نعمل ونجتهد حتى نخرج من تحت ايه طائله الايات. وكنتم ازواجا ثلاثه. الازواج هنا يعني ايه؟ يعني اصناف. هسالك سؤال منطقي علاء، كان المفروض يبدا بمين؟ مش عارف. بالسابقين؟ مش هو. لو انت بتتكلم على التصنيف اللي هو الدرجات العاليه، توصيف التوصيف احسن الناس اللي هم السابقون. اخر الصوره كده، اخر الصوره ايه؟ ساعه ما الروح بتطلع، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فلولا ان كان من المقربين. اشمعنى بقى بدا هنا بمين؟ بالمقربين اللي هم مين؟ اللي هم السابقين. مش كده؟ وبعدين واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل. يبقى بدا بالسابقين وبعدين اصحاب اليمين وبعدين اصحاب الشمال اللي هم المشأمة. وهنقول دلوقتي القصه هنا في التوصيف كده. لكن لما جه يتكلم عن رجة الارض وعن القيامه اخر السابقين ليه؟ شوف حتى المولى عز وجل بعدهم عن ايه؟ عن اهوال يوم القيامه. برافو عليك. كان السابقين، كانك بالسابقين دول ايه اللي هيحصل لهم؟ دول في امان حتى من اهوال يوم القيامه. دي من ضمن الترف والكماليات والتميز. تعبوا قد ايه في الدنيا؟ ولذلك تجد السابقين دول توصيفهم في منتهى الابداع. على راسهم من؟ ابو بكر الصديق. هذا الرجل تجد فيه عجبا يا علاء، وانا عايز شبابنا وولادنا ورجالتنا ونسائنا ياخدوا هذا الرجل مثال. مش اسوه، الاسوه محمد صلى الله عليه وسلم. لما تيجي تتكلم عن الرسول يقول لك ايه؟ احنا هنقدر، ده الرسول يا جماعه قال لكم المولى عز لقد كان فعل ايه؟ ماضي. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لمن؟ لمن كان يرجو لقاء الله؟ لا. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر.